أختنا تصف حالة لها مع أخت لها، إذ أنهن دائما في شجار وفي تقاطع، ثم يتصالحن ويعودن إلى المشاجرة والغضب والتقاطع مرة أخرى لسبب أو لآخر، وترجو من فضيلة الشيخ صالح التوجيه جزاكم الله خيرا. التوجيه بالصبر، الصبر على ما يلقى الإنسان من الناس، خصوصا المرأة مع جارتها أو مع غيرها من النساء من أحمائها من حمواتها وغير ذلك، فالصبر والتسامح مع الناس والعفو عنهم كل ذلك من أسباب الراحة، وحسن الخلق أيضا أن تحسن أخلاقها، وفي الغالب أن الإنسان إذا حسن خلقه مع الناس أنه يسلم من شره. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم، وإنما تسعونهم بحسن الخلق وطلاقة الوجه. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، بحسن الخلق. يستطيع الإنسان أن يتغلب على مشاكل الناس ويتغلب على الصعاب ويجعل الأعداء أصدقاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.